تنفيذا للتوجيهات الكريمة الصادرة عن سمو رئيس الوزراء بشأن تكليف عدد من الوزراء الذين يمثلون مختلف القطاعات الخدمية بزيارة منطقة أم الحسم لتفقد احتياجات الأهالي فيها ومتابعة المشاريع التي تنفذ أو الجاري تنفيذها والوقوف على احتياجاتها واستكمال النواقص فيها. التقى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بالنائب عبد الرحمن بومجيد عضو مجلس النواب والأستاذ حسن المدني نائب محافظ العاصمة والأستاذ مازن العمران نائب رئيس مجلس أمانة العاصمة وعدد من المسؤولين في المحافظة والأمانة وذلك بمدرسة أم الحسم الابتدائية للبنين. وقد استمع الحضور إلى شرح من الوزير عما تقدمه الوزارة من خدمات تعليمية بالمحافظة والتي تضم 65 مدرسة للبنين والبنات في مختلف المراحل التعليمية والاستعدادات التي تقوم بها الوزارة لاستقبال العام الجديد وجهودها لتنفيذ الصيانة الشاملة والوقائية للمدارس والتي تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية وتطوير البيئة التعليمية على صعيد تطوير المرافق وزيادة المنشآت وصيانة الأجهزة إضافة إلى عرض عن المشروعات والبرامج التربوية ومنها البرامج المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وعرض حول التعليم الإلكتروني والمشاريع التطويرية في التعليم الفني والمهني. خلال الاجتماع وجه سعادة الوزير إلى افتتاح ناديين صيفيين للطلبة في محافظة العاصمة أحدهما في مدرسة أم الحسم الابتدائية للبنين والآخر في مدرسة أم أيمن الابتدائية للبنات. كما تم الاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك بين وزارة التربية والتعليم ومحافظة العاصمة. ونوه وزير التربية والتعليم بأن اللقاء أثمر عن فتح آفاق للتعاون بين الوزراء والجهات ذات العلاقة ومؤكدا أن الوزارة حريصة على التعاون مع مؤسسات المجتمع بما يخدم الطلبة وأولياء أمورهم. تنفيذا لتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، التقيت اليوم بالأخوة الكرام نائب الدائرة الانتخابية في منطقة أم الحسم وكذلك أيضا المسؤولين في أمانة العاصمة والمحافظة. الهدف من ذلك هو إطلاعهم على ما تقوم به الوزارة من استعدادات لبداية العام الدراسي وكذلك الخدمات التي تقدم لمنطقة أم الحسم، وفي الواقع أيضا استمعت إلى ملاحظاتهم فيما يتعلق أيضا بهذه المنطقة أو المنامة بشكل عام، واتفقنا على كثير من الأمور منها أيضا افتتاح نادي للنشاط الصيفي الطلابي إن شاء الله في هذه المنطقة، وكذلك وصلنا أيضا إلى اتفاق للاستفادة من مواقف الخاصة بالمدارس في الفترة المسائية، وهذا يأتي في إطار التواصل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وكان اجتماعا ولقاء مثمرا ولله الحمد. اطلعنا على آلية الصيانة المقامة حاليا في مدرسة أم الحسم، لا شك بأن هناك ارتياح من قبلنا ومن قبل الأهالي وحتى الطاقم التعليمي في المدرسة. ما شدنا حقيقة صف التوحد في مدرسة أم الحسم الابتدائية والخدمات اللي تقدمها الوزارة والإدارة المدرسية لطلبة التوحد، حقيقة هذا إنجاز يحسب لمملكة البحرين ولوزارة التربية بإدماج أطفال التوحد في العملية التعليمية، وما سمعناه حقيقة من مديرة المدرسة بأن فعلا تم إدماج عدد 2 من الطلبة إدماج كامل في الفصول التعليمية الاعتيادية، وهذا حقيقة شيء تشكر عليه المدرسة. إضافة إلى نشكر سعادة الوزير على توجيهها بفتح مدرسة أم الحسم الابتدائية كنادي صيفي للطلبة، هذا راح يعمل على تعزيز التواصل بين المدرسة والطلبة من خلال تنظيم الأنشطة الصيفية واستفادة من أوقات فراغهم فيما يفيدهم مستقبلا. تم تطارح العديد من القضايا التي تهم المجتمع وقد أدلت محافظة العاصمة بدلوها في هذا الاجتماع، وطرحنا العديد من الأفكار وكان أهمها فتح بعض المدارس في محافظة العاصمة في الفترة المسائية لإقامة بعض الأنشطة والفعاليات التربوية والترفيهية لاستثمار أوقات النشأ والشباب، وقد وافق مشكورا سعادة وزير التربية والتعليم على هذا المقترح. حقيقة نحن
تعرفنا إلى أشياء كثيرة ما كنا نعرفها في السابق. لا تنسوا أن في العاصمة بالذات أنا كنائب رئيس مجلس أمانة العاصمة عندنا 65 مدرسة موجودة، منها كل سنة في هالشهرين مال عطلة الصيف نصين حوالي 32 مدرسة، وهذه يتطلب جهد كبير حقيقة. الجهد الكبير أنه يعني أنت لو تسوي أي مشروع في شهرين ما تقدر تنتجه، لكن حقيقة العمل اللي يقومون في وزارة حقيقة عمل جيد.